الشناوي بيهدي طبعا لله، مفيش كلام تاني يعني، لانه ما حصلش حاجه. هيروحوا فين؟ ما احنا رايحين لهم يا جدعان. بيقولوا قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا، بيقولوا على المنتخب السنغالي، ما احنا رايحين لهم. تريزيجيه عمر دابر، ارضيه صغيره لصلاح، يا عيني شويه على وسط الملعب، نقله صغيره كذا، يا ولد يا خبره، يا ليه خبره. احمد فتوح ماشي، فتوح حطي حلو، يا ليه يا راجل ليه ترجع مره ثانيه تحط جسمه وعامل السليه، يا لعيب يا لعيب، وتدفع وتبقى رميه تماس لصالح السنغال من ناحيه اليمين. بونا صار يلعبها على وسط الملعب في الدلاء، شيخ الكويتي اشتركوا